هنسجل ان شاء الله اهو تسمعوا مني كل الجراحه باذن الله، نظري، كلينيكال، اوبراتيف، اكس راي، حتى ريفيجن. هنتعلم ازاي نجاوب شفوي، هنتعلم ازاي نكتب نظري، ازاي نتصرف في بروبلم سولفنج. القصه دي هي سيستم اي اتش، سيستم الدكتور علي حسين. مرحبا بكم يا اولاد في السيستم، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، ربنا يحفظكم. وحشتوني من امبارح، دي محاضره انا امبارح بلي سجلته النهارده الصبح. ف وكنا واقفين على الكيس نمبر 15 في الارتيريال سيستم في كتاب المراجعه بتاعنا في هاو تو انسر بروبلم سولفنج. بيقول 55 سنه ميل كالعاده مش نعرف كل حاجه، وضيابتك، حط دايره دايما على كلمه ضيابتك زي ما قلت في المحاضره اللي فاتت، استفيد بيها في يوم من الايام. ات مي بيكون هيلث دايجنوز ضيابت فوت انفكشن اند جانجرين، ات مي بتافكت المانجمنت بتاعي مثلا زي قلنا اكيوت كوليسيستايتس، لا مش هعمل حاجه من دي خالص، لا احطها اذا انا راجل فاهم ضيابتك وانا بعمل انفستيجيشنز وانا بعمل بري اوبرتيف بريبريشن. تمام. ده الامرجنسي سيستميك، يبقى ده سيبتك شوك. نفس ما قلنا دايما وضح، يبقى السيبتك شوك دي يا ريت حتى وتقول مانجمنت كده تقسمه حتى اتنين كبار، مانجمنت اوف سيبتسيميا وتحطه، وبعدين مانجمنت اوف دايابيتيك فوت انفكشن. اون اكزام الرايت فوت شود بوجي بينلس نون تندر سويلنج، نون تندر وتشرح نون تندر عشان بيرفنيورايتس. الاتيو باثولوجيكال فاكتورز موجوده عندك في كتابنا مباشره، المين لاينز اوف تريتمنت ان ساتش بيشنت. طبعا لما اقول اتيو باثولوجيكال وانا بتكلم عيني برضو على العيان، فاقول من ان العيان دون هيبقى عنده مايكرو انجيوباثي، ومي بي يكون عنده في سن 55 سنه مايكرو انجيوباثي لانه 55 سنه، يبقى سمع الكتاب وعيني عليه. فانا بتكلم الفاسكولار ايرمنت اقول كده، اقول ده راجل 55 سنه. لما اقول الدايابيتس نفسه اقول خاصه دون ان كنترول دايابيتس، فده يزود القصه، يعني يبقى عيني على الحاله. تمام. المينلايز تريتمنت ان ساتش بيشنت، قلنا مركز جدا على المكتوب عندك دايابيتك فوت انفكشن، لكن السيبتك شوك تحطها كنقطه واضحه. 62 سنه من طبعا عنده، بالمناسبه ممكن ارجنت هاي امبيوتيشن مي بي انديكيتد لو السيبتسيميا نوت كنترول، ومي نيد تحطها كان بي، احنا يمكن نحتاج نعمل بيلوني امبيوتيشن. وانا شفت ناس من دول، ناس اتدلعت رايحين اتدلعوا في الديسيجن فيهم ماتوا. 62 سنه اولد مان ديسكفرد اي سيمبتوماتيك بلسطايل ابدومينال ماس، طبعا كلكم سن الحجم بس 4.2 سم يعني كونزرفاتيف. انفرين الاورطة، الكومبليكيشنز خلاص مش محتاج كده نظري كله. البيست تريتمنت الكونزرفاتيف تريتمنت، لكن ما اقولش كونزرفاتيف واسكت ابقى عبيط طبعا، يعني كونزرفاتيف يعني فولو اب وبعدين، لا ولو في هايبر تنشن اعالج هايبر تنشن، واعالج هايبر ليبيديميا، اعالج بريدسبوزنج فاكتورز اثروسكليروزيس. طيب. 25 سنه في ميل نون تو هاف مايتريستنوزيس صدي بقى اكيوت امبوليك اسكيم، مبروك. البروفيشنال دايجنوزيس قلنا هنقولها ازاي، والمانجمنت. ومانجمنت لا تنسى، هو قصده في المانجمنت للامانه تريتمنت، يعني هو ما كانش قصده في كلمه مانجمنت مانجمنت، لكن هو قال مانجمنت يبقى خلاص، فاقول له كده مانجمنت انكلودز بخط كبير كلينيكال بيكتشر انفستيجيشنز اند تريتمنت، خلاص وروح قايل كده ما فيش بقى هنا ديفرنشال دايجنوزيس، روح قايل انه كلينيكال بيكتشر بين قوسين ادت وذ منشن داتا انا اي ويل اكزامين فور، وروح قايل بقيه الحاجات بعدين انفستيجيشنز اتكلم عنها والتريتمنت. 55 هنزهق انا عارف، ما خلاص الكلام بيتكرر، لكن مره واثنين وخمسه وعشره يبقى انت راجل بتقرا بروبلم سولفنج وراجل بتفهم ازاي تتعامل، فانا مش هزهق ان اكرر، ما تقلقوش، وانا مش عايزك تذاكر خلاص، ده الكلام ده بتسمعه منك بيعمل حاجه في دماغك انك بتعرف تحل بروبلم سولفنج. 55 سنه ميل
جه الاوت بيشنت كلينيك بلاك ديسكالريشن في الليفت 2 من 10 ايام. كان عنده انترميتنت كرونيكيشن وكرونيك سموك، يعني ده هو عباره عن كرونيك اسكيميا. وانا بقى ما خدتش بالي ليفت ورايت، لازم ليفت ليفت رايت ليفت اهي. ف البوسبل كوزز اوف ذيس اوف هيز كومبلينت، الحقيقه ما فيش كوزز للامانه. فانا اقول كده ندون كيس، لما الاقي حاجه كلمه كوزز حسوكه خلاص اكني ما قريتش كلمه كوزز. ورايي حتى لو هو كان في دماغه كوزز، بدل ما اكتب كلام ملوش منطق، فقول البوسبل كوزز الموسبل كوز فور ذيس ان ذا كرونيك اثيروسكلروتيك اسكيميا وكومبليكيتد باي جانجرين في البيكتو. ليه قلت كده؟ ادافع عن قراري. نفسك بقى تكتب كوزز، انا لو مكانك هعمل هنا اقول ايه بين قوسين كده اذر كوزز اوف كرونيك بين لور ليمب، وروح قايل لهم عناوين، وقول اذر كوز اوف جانجرين، وانت معاك اسباب الجانجرين اللي هي تيب وفان ودايبيتس، فقولهم يعني مفيش مانع في كده. يبقى اقسمها لحتتين، البين والجانجرين لوحدي اذا حبيت تكتب كوزس. وبرضو والله انا بعد ما فكرت فيها معاك دلوقتي وانت مستغرب، انا كده انا في المحاضرات دي كنت ببقى معاكوا وحد يقول لي طب مش ممكن، والله دي فكره حلوه اعملها يعني. فتبقى نفكر مع بعض، والتفكير ده لنبع بيفيدك ويفيدني. احنا بيفيدك انت بس، يفيدني في ايه؟ انا مش عايزك في حاجه. المهم عايز اقول ان هو التفكير دون بيعلمك انا قاعد انا زيك كطالب قاعد افكر اقولها ازاي. طيب يبقى لكن لما اقول كوزس، خدنا قاعده لطيفه، وانا ما عنديش كوزس واضحه اكتب الموست بروبل وخلاص. حتى لو فقدت نمره الديفرنشال دايجنوز نمره ولا اتنين هنا، بدل ما اكتب كلام ينقصني. لكن انا بعد ما فكرت في الحاله دي هقسمها حتتين، اذر كوز اوف بين لور ليمب واذر كوز اوف جانجرين. وعناوين بسرعه، ايه الانفستيجيشنز اللي تشطر مني والتريتمنت؟ ده سيفير اسكيميا، يبقى ده هي بتعالج كسيفير اسكيميا، يا اما بط يا اما بايباس جرافتنج، يا اما لو كان نوت فيزيبل وما ينفعش بط هنكمل كونسرفاتيف. وبرضه ريجاردنج الجانجرين، ريجاردنج لازم كده هعملها ان بي لوحدها. الجانجرين ده هعمل له ايه؟ هعمل له كونسرفاتيف امبيوتيشن بعد ما اكون رجعت ريفاسكولاريزيشن. كونسرفاتيف امبيوتيشن بعد ريفاسكولاريزيشن. ميل في الامرجنسي يا ميسايل انجري في الرايت ثاي اون اكزام، كان شوكد وخلاص، دي بلاسيريتد وند افكتنج الرايت ثاي. يعني الحق يا اولاد ده سؤال مش في الشابتر ده، ده سؤال في في الحته بتاعت في بارت 4 في الوندز مانجمنت اوف لاسيريتد ووند ثاي. وطبعا بس بدل لاسيريتد بقى ميسايل انجري بس، وحتى كاتب ان هنا في لا لاسيريتد ووند افكتنج الرايت ثاي. والسؤال دون مش محتاج مش بروبلم سولفنج، السؤال دون how to answer text questions موجود عندك في بارت 4 ومتمليه ليك. وسؤال مهم جدا، 62 سنه سموكر، كرامب لايك بين في الرايت كاف. رايت كاف يعني سوبرفيشال فيمر بلوك. chest pain، اصغر اطفال وثلاث اسابيع ما عندوش امبوتنس. عايز يقول لك كده لا مش بايلاترال ايليو فيمور اورتو ايليك. الابس ده البيدال بالس ابسنت، يعني ده كرونيك اسكيميا بلدي خالص ما عندوش امبوتنس. وما قاليش هو الكرامبنج بين ده بعد قد ايه بيمشي قد ايه خلاص. فانا لما هاسس الصوره هحطه هو سيفير ولا مش سيفير. هتبص على ايه في الجنرال واللوكال، وعشان خاطري لا تنسى في الجنرال ابدومينال اكزام وتكبرها فور ابدومينال اورتيك انيوريزم، هيفرحوا قوي بيها قوي. وانا قلتها لك في الشرح النظري زمان، بهس الديزيز، لان في بهس الديزيز كان بيبقى معاه ابدومينال اورتيك انيوريزم وبيعمل
اسكيميا، وكان حد من كبار اساتذتنا يسال في يعني السرز اوروجينتال السرز في ديسكرايب الانفستيجيشنز الكونزرفاتيف تريبا وخلاص والانديكيشنز فور سيرجي. السؤال ده نظري مباشر، 55 سنه ميل بريزنتد للاوت بيشنت كلينيك كرامبينج بين اوت بيشنت، يعني مش امرجنسي، خدوا بالكم في فرق. يبقى هو غير الامرجنسي امبوليك اسكيميا ارتيريال انجري رابشر ابدومينال اورتيك انيوريزم كده. بيمشي 50 متر ويحس يبدا سيفير خلاص، ويك فيمورال بالس وابسن ديستال بالسيشن. يبقى ويك ده من الاثروسكيروز عامل ستونز قبليه، لكن البلوك عند برضه البايفوركيشن. قول له اللي هو عنده الابدومينال اورتيك انيوريزم كده. بقى لازم لما يجي حاجه زي كده يا جماعه عشان خاطر تروح مقسم الحاله في دماغك، يعني لما تيجي تتكلم في التريه تقول ريجاردنج الاسكيميا هنعمل، ريجاردنج الابدومينال اورتيك انيوريزم هنعمل. لازم دي حاجه ودي حاجه. صحيح عمليا هيتعملوا في نفس العمليه، مش هيجيبوا يقول تعالى ريجاردنج الاسكيميا خش هنا خلصنا هتبقى ريجاردنج، لا انا لكن انا مقسمها في الماركت. في الواقع عندها عيان، عايز اقول كلمه مهمه ما قلتهاش في الجنرال رولز بتاعه هاو تو انسر المحاضره اللي فاتت، مش هجيب لك عيان تشخيصين، لا ده كمان بقولها في الاكس رايز، مش هجيب لك برضو اكس راي فيها تشخيصين. يعني عيان عنده مثلا بيريام ميل بيريام سوالو فيها اكاليزيا وفي ميتاستس في الفرتبري، فعشان دي برضو عنده مريج ميتاستاتيك مريجنسي مع الاكاليزيا، مش نعمل كده. لكن بنجيب لك حاجه فيها تشخيصين، في الواقع التشخيصين حاجه واحده. زي ايه؟ اجيب لك حاله فيها كارسينوجينري بلادر مع هايدرونفروزس خلاص، يعني في حاجتين بس، يبقى في فيلنج ديفكت بلادر هايدرونفروزس صح، لكن في الاخر من الاثنين حاجه واحده. النهارده اللي قدامنا دي هي حاله واحده، هي عباره عن ابدومينال اورتيك انوريزم وكومبليكيتد باي اسكيميا للاسباب اللي انت عارفها هناك في النظري. اتمي بي مش هو اللي عاملها، هو السيم ايتيولوجي، اثروسكيروز عمل كده وعمل كده او هو اللي عمل كده. نرجع اشرب شفته بس نسكافيه. في محاضره قلت انا مشروبي المحبوب ليا، وانا ما كانش ماليش حاجه، انا بشرب اي حاجه سخنه يا اولاد، اي حاجه سخنه عشان لو عزمتوني في اي حته اي حاجه سخنه، وساندوتش لحمه ده كل يعني اللي انا بقى بشربه في اي وقت. المهم ولو ما فيش حاجه سخنه يبقى اللحمه كفايه. ارجع عايز اقول لكم يبقى الحاله دي في الواقع وانا بحل ما انساش حاجتين، زي ما كده في الدايبيتك فوت من شويه ما انساش سيبتسيميا او دايبيتك فوت، واكتب بعنوان واضح. طيب تعالوا معايا، يبقى التريتمنت بقى ريجاردنج الاسكيميا واحد اتنين ريجاردنج الابدومينال اورتيك انيوريزم هنعمل له كذا. تمام 52 سنه، وقلنا زمان برضو للمره المليون ان لو هقول كونزرفاتيف، كونزرفاتيف هنا مضاف اليها الحاجه بتاعت الكونزرفاتيف اثروسكيروزس، هايبر لايبيديميا في سموكينج عالي هايبر تنشن. 52 سنه اولد ميل جاي الامرجنسي سيفير بين رايت ليج من ثلاث ساعات. مهم الرقم ليه؟ لانه لو قال خمس ساعات اربع ساعات مش هعمل انجيو اكيد، ثلاث ساعات انا على البوردر لاين اعمل انجيو او ما اعملش خلاص. فلو انا جاهز الانجيو دلوقتي حالا نعملها بسرعه، ممكن الراجل دون يا اولاد 55 سنه في بوسيبيليتي يكون اثروسكليروتيك اسكيميا. طيب كنا فين؟ نو هيستوري تروما اون اكزام البالس الريجولار يعني دون اي اف الانفستيجيشنز ديفرنشال دايجنوزيس بتاعت اكيوت اسكيميا. افتح الكتاب على طول، بس وانت فاتح الكتاب ما تقولش حاجه مال ايه مش ما تنفعش الحاجه كل اللي انت فاهمها وخلاص. وايه التريتمنت؟ سؤال مباشر عادي خالص. 22 سنه في ميل دي برضو اكيوت امبوليك اسكيميا مباشره، خدنا زيها بالظبط قبل كده. الكيس 24 60 سنه ميل جاي للكلينيك كومبلينينج كرامبينج بين في الرايت كاف، يعني ده انترميتنت كرونيكيشن وبتقصر الكرونيكيشن ديستانس من اسبوع لحظه كلر تشينجز بوستشر كلر تشينجز. يا سلام ليه ولا حد ياخد لحظه بوستشر، دي ست معجزه، دي استاذه فاسكولار
on exam in only per pulse scan الفيمورال بالس. الاذر سيمتومز هون منشن تو ذا وترجع كوبي بيست زي نظامنا. البوسبل كلينيكال فايندينجز اون جنرال اند لوكال اكزام. يا جمالك جنرال طبعا كارديولوجيكال نيورولوجيكال وابدومينال عشان ابدومينال اورتيك انيوريزم. الانفستيجيشنز الكونزرفاتيف تريتمنت والإنديكيشنز فور سيرش. 45 سنة دايبتك في ميل. أنا حاسس إحنا نكمل نبص أحسن بسرعة. لحظة يا حبيبتي عمل ستيبنج للنيل وتعويضة مشهورة في الدايبتكس. البالس إلى آخره. الفود كات مارك يعني دايبتك فود إنفكشن جنجرين. إكسبلين تو هير وات ذا كومبليكيشنز أوف ذيس كونديشن. خدناها قبل كده قلنا جنرال لوكال وأوستمرايز. Explain to her how to preserve to prevent such an event. بعد كده نصايحك ليها بعد كده. وحتى في الحالات اللي فاتت لو سمحت قلت لك بعد ما كتبت التريتمنت ما خلاص ما فيش بروفيلاكسيس هنا مو كلمة. لكن بعد ما عالجنا اكتب كده كلمة. تكتب كده advice must be given for this patient to prevent recurrence of this condition. جميلة جدا زي ما زمان قوي علمتك في how to answer text questions في الستونز. لازم تختم اللي هي how to prevent recurrence وبخط واضح. طب يا حبايبي وايه التريتمنت؟ ايه الانفست خلاص؟ كيس نمبر 26 68 سنه اكتيف مان جيل الامرجنسي اربع ساعات رايت لم بين ونمبنس. كان عنده ميكورد انفارش من سبع سنين. absence of right popliteal و pedal pulses. no extent ده وان acute atherosclerotic ischemia مش امبوليك. ايه الدياجنوز؟ طبعا الديفرنشال دياجنوز يكون امبوليك صح. وايه الديفرنشال؟ هو البلس كان ريجولر ولا ايريجولر؟ ما خدتش بالي. البلس ايريجولر. لا يبقى الاثنين محتملين ده وده. يبقى ما رجحش واحده يا كده يا كده. اللي ويذ ان هو يكون امبوليك ان هو الراجل دون ريجولار بالس. اللي ويذ ان هو يكون اثيروسكليروتيك ان هو كان 68 سنه وراجل عنده اثيروسكليروزس. المانجمنت وانا لازم اتكلم على الاثنين الامبوليك والاثيروسكليروتيك. 40 سنه في ميل سادن سيفير رايت لور لم بين مش قادره تمشي كانت عامله فيلفي. يعني امبوليك اسكيميا واضحه مباشره تشخيص واحد. البوسبل دياجنوزيس الفيزيكال فايندينجز ما تعدش المكتوب تكتب ادد تو ذا منشند. الايمجينج ستاديز نيدد. البوسبل لاينز اوف تريتمنت. كتر خيرك يا عمر بيتك. ليمفاتيك ديس اوردرز 43 سنه وومن جايه بالرايت ليج سويلنج من ثلاث اسابيع. جرادوالي انكريزس وذ نو هيستوري اوف تروما اون اكزام يونيلاتر بيتنج سويلنج في الرايت اللور ليج من الفوت لاباف الني. اول بالسز ان ذا ليج ار بالبابول. عايز يقول انها الانفيديما او الحقيقه عايز يقول سوول الليمب عموما. فيصح يكون دي في تي صح. يصح يكون الانفيديما وقديمه بدات تلاحظها بس اجينست الانفيديما انها بيتنج ديما. انما الانفيديما غالبا نون بيتنج ديما بتبقى رونج ستاندنج. فيمشي دي في تي يمشي يكون هي جنراليزد كوزز بس اجينست كده انها يونيلاترال. يمشي يكون انفلاماتوري بس اجينست كده. انا اظن البين لسه هو مش كده. ليج سويلنج بتنجزم. لا ما قالش بينلس. يبقى خلاص بقى لها ثلاث اسابيع صح تكون انفلاماتوري. الديفرنشال دايجنوزيس يبقى دي دي اوف سوون ليمب وتقول على كل واحده ويذ واجينست ليه لا او ليه هي محيره طبعا. الحاله دي بتجيلنا وبنعمل لها لازم دوبلكس الحقيقه. الانفستيجيشنز لازم اعمل دوبلكس الحقيقه والحقيقه في حاجه ثانيه بس بقى داري كنتوا يعني.
احنا كتير قوي حالات ليمفوما وحالات مالجنسي نكتشفها كده، يكون اوبستراكشن في الـ في الـ في البلفيك ليمف نودز ببلفيك ماس وتبان كده. فبقى دي قصه ليه كنت بقى، فلازم اعمل ابدومينال وبلفيك الترا سترونجرافي وسي تي تو اكسكلود الليمفاتيك اوبستراكشن في البلفس. دي لو قلتها هيفرحوا جدا، بس ايه والحقيقه مش قولها عشان الامتحان دلوقتي، ولا فعلا لحياتك انت ولعمرك. يونيلاترال ايديما ريسنت لو سمحت فكر في دي. طب فدي هنقولها في الانفستيجيشنز، وما فيش مانع اعمل حاجات بتاعت الجنراليزد ايديما رغم انها جايه يونيلاترال. التو موست لايكلي دايجنوزس احنا عارفين، يا بوزيتيف ليمبيتك ليمب يا اما ليمفيديما، وعندك جدول بينهم في النظري بتاعنا تكتبه، وايه التريتمنت اوبشنز تمشي على الناحيتين. لو كان ده طلع دي في تي هعمل ايه، ولو كان ليمفيديما طبعا ده كونزرفاتيف لو ليمفيديما. ميل تشايلد ايجد 7 ييرز اولد، طبعا في الانفستيجيشن حط انفستيجيشنز الليمفيديما برضو، ان لو طلع ده سليم ممكن نحتاج نعمل نايت فيلم، وممكن نحتاج نعمل ليمفانجيوغرافي او ليمفوسينتيجرافي. 7 سنين جايب سيرفايكال ليمفادينوباثي ريسنت لوس اوف ويت ولو جريد فيفر، يعني هيطلع هوجكن غالبا، والاون اكزام ات واز ماتد، لا يعني هيطلع تي بي. تي بي اللي هي ليمف بورن تايب. الموست برو دايجنوزيس هنا بقى ممكن اقول ديفرنشال دايجنوزيس زي نظامنا زمان، اللي هي الطريقه الثانيه في كتاب دايجنوزيس، او اكتب على طول تي بي. هاو تو كونفيرم الدايجنوزيس، افتح الانفستيجيشنز. الكومبليكيشنز اوف تي بي منشن، لا هو قال منشن ديفرنشال دايجنوزيس، يبقى خلاص مضطر اكتب رقم واحد تي بي على طول. 47 سنه ميل بريزنتد لرايت، عشان كده الحقيقه بالذات في البروبلم سولفنج اقرا كل الاسئله الكل عشان خاطر ما تكتبش حاجه وتضطر تعيدها تاني. 47 سنه ميل جي رايت ابر ديب سيرفايكال نودل انلارجمنت ريسنت بروجريسيف فيرم ديسكريت، يعني هوجكن 3 في 4 سنتي ابدومينال اكزام في سبلينكتومي. البيشنت هاز نو سيستميك مانيفستيشنز. طبعا سبلينكت من للامانه ما ساعدتنيش في التشخيص، هو جاوا الليمفوما في السبلين وبعدين شلتهول وبعدين جه هنا، يعني حتى محتاج اشرحها بقى، قول والله السبلينكت مي بي نوت ريليتد او ريليتد، حطها كده في مستطيل عشان تبقى خلصت منها. فاما ده كان جه قبل كده بليمفوما في السبلين وتعالج وده نوت كلير في الكيس اللي حكيتها لي، ودلوقتي ده ريلابس حصل، يا اما السبلينكتومي كانت نوت ريليتد. التشخيص خلاص اتفقنا، وان يطلع هوجكن في مدافع الستيج ان اربور الانفستيجيشنز اللاينز اوف تريتمنت. النك 43 سنة هايبرتنسيف سموكر وومن كرامبينج بين ونابنس في الليفت هاند. طبعا السموكر مش فارقة معايا، هايبرتنسيف مش فارقة معايا في الابر ليم، او ده النموذج اللي يقول لك حاجة مالهاش علاقة، انما انا لازم كلمة هايبرتنسيف احط لها دايرة واقول ان لو هعمل عملية لازم اكون تورا هايبرتنشن بس. في بلاك باتش يعني سيرفايكال ريب وخلاص، وبوست استنوتيك دايلاتيشن وعامله امبولايزيشن. الهاند كويسه والانتست نورمال، وفي هارد بوني سويلنج. يلا هاو كان يو ده سيرفايكال ريب وبوست استنوتيك دايلاتيشن وعامله امبولايزيشن، وهو اختار اني صباع الاندكس. الاندكس صح كده عشان رادياليس انديسز ان داير كونتينويشن، مشروع في النظري. الديفرنشال دايجنوز ارجع للنظري، ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن تعملها. فاكرين يا اولاد سيرفايكال ريب
اسطوره بونو نيرفو ارتري تمام. 27 سنه ميل بريزنت بسيستيك لام في الليفت كاروت ترانجل ديب للابر ثيردز دي عنديا برانكيال سيست. التشخيص والديفرنشال دايجنوستس النيرف 40 سنه ميل جايب سنسور لوس اوفر الرايت ثامب والاندكس والميدل يعني عنده وان ميديان نيرف من اربع شهور بعد كاتون في الفرونت ريست. ايه تشخيصك وايه التريتمنت؟ هيبقى خلاص سهله وده اربع شهور قاعد من غير فيزيوثيرابي اربع شهور حاجه طبعا تشل وبنشوفه. تشخيصك ده ميديان نيرف انجري نيورو تيم. شوف بقى شكلك نيورو تيمسز ات الريست. ليه قلت نيورو تيمسز؟ عشان خاطر لو كان اكزون ده اولا ده كاتون ولو نيورو براكسيا كان زمانه خف ولو كان اكزون تيمسز كان زمانه خف. يعني دايما اقول رايت وليفت اقول نيورو تيمسز اضيف حته ضيف التاتش بتاعك عارف التاتش بس الله يخليك التاتش بتاعك ما يوسعش منك قوي. التاتش بتاعك بيوسع بيطرطش قوي يعني التاتش اللطيف البسيط يبين انك راجل مختلف عن الناس. احنا طبعا هنعمل ريبير وفيزيوثيرابي كلامنا وتتكلم في ريبير شويه. 35 سنه يير اولد ميل بليفت ريست دروب يا حبيبي وسنسور لوس على البيت ثم في ميد هيومرس فراكشر خلاص ده ريديال نيرف انجري عند سبير جروف. الانجرد نيرف وقول نيوروسكيولار لوس وقول البارالايزد ماسلز مضطر يا اما تاخد الورقه بتاعتنا وتقول الكلمتين اللي عندنا كتر خيرك يعمر بيتك ولو انت اشطر من كده هتبقى انت معاك الاناتومي اللي عندكم لسه الاناتومي ما نزلش في المحاضرات بتاعتنا افتكرت اتقال في الكليه بس هننزله لكم ان شاء الله. المهم لكن الاناتومي بتاع الريديال نيرف الماسل سبلايد بريديال نيرف اسماء الماسلز باك اوف ذا فور ار التريتمنت اوف ذيس كيس. طبعا في التريتمنت لا تنسى ان عنده فراكشر فريجاردنج الفراكشر هنعمل انترنال فيكسيشن وريجاردنج النيرف هنعمل له نيرف ريبير. وما تنساش تقول برضه ما تكلمش على الفاسكولار انجري هنا ما قالش البالس كان انتكت او لا لو انا فاكر قلبت الصفحه خلاص فبرضه تقول ان لازم ادور على فاسكولار انجري. الكلام الفراكشر على بعضه يتكتب لوحده نقطه وما تسرحش فيه قوي وتتكلم على كلام النيرف. السليفري 47 سنه ميل يونا بين سويلنج افكتنج رايت بارت ده وان بليومورفيك ادينوما اي بناين سويلنج يا اولاد بروفيشنالي في البروتيد بليومورفيك سلولي انكريزنج فيشل نيرف انتكت. التشخيص ده هكتب كده هقول رايت بناين باروتيد نيوبلازم موست بروبلي بليومورفيك ادينوما. ليه قلت كده هو ان هو باروتيد في البروتيد ليه قلت بناين عشان واحد اتنين تلاته في الدفاع يبقى واي باروتيد قلت طب واي بليومورفيك ليه بناين كذا ليه بليومورفيك عشان كومنست بس دفعت على الثلاث كلمات على ثلاث مرات مش مره واحده. ايه بقى التايبس اوف ذا ريجن؟ ايه الاحتمالات الثانيه انواع البناين كونديشنز الثانيه وايه التريتمنت بتاعنا؟ تمام. والله السليفري ده طيب وابن حلال. سكين سب كيوتينيس. ميل بيشنت 47 سنه بينلس كرونيك ألسر في الفيس بيلو الانركا يعني بيزل سيل كارسينوم او رودنت ألسر سنتي في سنتي رولد ان ايدج. التشخيص اظن واضح ده هو يقول لك اند هواي ولو ما قالش اند هواي احنا بنكتب اند هواي متفقين على كده. الدي دي اللي هي مكتوبه عندك في النظر في او تو انسر تكست كويستشنز ايه الديفرنشال دايجنوزيس كرونيك ألسر فيس واقولها لك هو اهم اتنين على الاطلاق البيزل سيل والسكويما سيل كارسينوما والكيراتو اكانثوما بالمره والميلانوما لا ما تاخدها بعد ما قلت دول القاعده العامه تروماتيك انفلاماتوري ونيوبلاستيك فتروماتيك يكون تروماتيك ألسر والانفلاماتوري يكون نون سبيسيفيك ألسريتنج
ولذلك كان برضو ulcerating specious differential diagnosis اللي هي الكوكس peculiar tumor ويكون لا specific ulcerations زي TB وسيفلس. في سؤال هنا فوق في الاكزامبل زي دي دي كرونيك ألسر فيس، انا خايف اكون ما قلتوش فعلا في how to answer text questions. اديك سمعته، هو السؤال دون اهم حاجتين فيه على الاطلاق، ودول الكذب بالتفصيل بقى عناوين وكده other differential diagnosis، لكن اهم اتنين بيزر وسكويمس وعندك جدول بتاعهم خلصنا بيهم، لكن باقيين بقى الكرات واكانثوما والالسريتنج ميلانوما والكوكس كيوليار تيومر وتروماتيك ألسر وانفلاماتوري نون سبيسيفيك وسبيسيفيك تي بي وسيفلس. وهو ده هو كتب الدي اهو طلبه. طب كويس، احتمالات الليمف نودز عندك تكون دي بيزو سكويمس ودون بقت ميتاستاتيك، يا اما تكون كرونيك نون سبيسيفيك وده الاغلب. هاو تو جاستيفاي، يعني ازاي تدافع عن تشخيصك؟ هقول ده اول حاجه ان ده الكومنست، اتنين السايت، تلاته الايج، الايج دون 47 سنه مش سن السكويمس الكارسينوما. ده رول ده ان يعني ايه هقول، بس ما هو قال اند هواي فوق، يعني السؤال ده هو قالش منه ان هو هتضطر تكرر كلامك، مفيش حاجه ما تقلقش لما تلاقي كده كرر كلامك. وات تريتمنت اوبشنز، وحتى بصارك انها اوبشنز، يعني خد بالك لوكال كيموثيرابي تقول، وطبعا سيرجري اساسا وريديوثيرابي هنا ما ينفعش انانير الاي، لكن اقول واقول ما ينفعش. وصلنا للثايرويد، ايه ده ما شاء الله، احنا فاضل الثايرويد والفينس سيستم خلصنا بارت 1 وهنقف في المحاضره دي على كده ان شاء الله، بس دي لسه قدامنا كتير، ركزوا معايا يا اولاد. الثايرويد 23 سنه في ميل، ديفيوز سويلنج فرانتنج البالس 130. خدوا بالكم من حته برضو، هو في البروبلم سولفنج دي كراجل طالب بكالوريوس وحتى ماجستير معتمد شويه ان احنا، يعني عايز اقول لك احنا فاهمين بعض، يعني انا بقول لك في ثايرويد وبالس 130 يعني برايمري توكسيك جويتر، فهمنا كده؟ زي مره في حاله هتجي لنا لما نروح بقى في بارت 3 في الاورثوبيديك، ولد وقع، فلما وقع حصل سويلنج عند الالبو، ايه تشخيصك؟ هو عايز سوبرا كوندايلا فراكشر دي المهمه، لكن بيني وبينك يعني هو واد وقع كوعه ورم اقول كده؟ لا طبعا، في مليون احتمال، مليون حاجه، مش مليون ولا حاجه، يعني اقل مليون شويه حاجه، تقريبا 350 الف احتمال، ماشي الكلام؟ انما اللي عايز اقوله هو اكنه بيقول لك يا اخي احنا فاهمين بعض، انا وانا في الاورثوبيديك في واد وقع على القلبه وورم، انا عايز منك ايه في المنطقه دي؟ ما انت عايز منك سوبرا كوندايلا فراكشر، فيعني ما تحسوكش قوي، ما تبقاش راجل فيري ساينتفك، لكن ده لا شك حاجه زي كده لو جايه زي، وما تجيش طبعا حتى بالنص ده، لو جايه بقى الناس عواجيز دكتوراه ولا بتاع، لا يبقى لازم يوسع بقى مخه ويفكر لي في النوادر والعجائب الى اخره. طيب ايه بروفيشنال دايجنوزيس؟ برايمري توكسيك جويتر. هاو تو كونفيرم الانفستيجيشنز كلها، التريتمنت ديتيلز مباشره، لكن وانت بكتب تريتمنت ديتيلز ما اقولش في الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز، ما اقولش في الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز بقى ايه لو كانت هيوج جويتر ريتروسترنال جويتر، لا انا قدامك بروبلم سولفنج، حاله قدامك في انديكيشنز كونترا انديكيشنز وادفانتج على واحده عندها 23 سنه ومش بريجننت بس، فقدام وان كان هو ما قالش حكايه بريجننسي ديا، فاقول كده بريجننسي نوت منشند ان ذا كيس، فممكن ات مي بي بريجننت اور نوت. ده حتى ممكن احط في الانفستيجيشنز هنا احب اعمل بريجننسي تيست، لا تكون الست دي بريجننت هتفرق معايا في المانجمنت، يا جمالك والله حلوه لسه طالعه دلوقتي ايه؟ والله يا اتش لما بتروح بتعمل حاجات حلوه قوي، صح؟ احط البريجننسي تيست عشان قبل ما اقرر مانجمنت، تمام. 30 سنه في ميل، دي بقى بريجننت في الاسبوع ال 14، مهم قوي، يعني عايز اقول لك انا في السكند ترايمستر اللي هو الترايمستر بتاع السيرجري، تمام. وعندها برايمري توكسيك جويتر، ايه تشخيصك؟ ايه الانفستيجيشنز؟ لو سمحت ما تقولش راديو ايودين في اي حاجه ابدا، ما تقولش راديو ايزوتوب سكاننج، المانجمنت.
وهنا بقى اقول حته اللي ناسي الثلاث سطور بتوع مانجمنت اوف سبيسيفيك بروبلمز في اخر التريتمنت توكسيك جويتر البريجنسي نعمل ايه؟ ضاع منه السؤال ده. طب انت كتبت الثلاث تستر فهتقول كده رابط بري اوبرتيف بريبريشن بالاندرال بس، ما ينفعنيش حاجه كارمازول في واحده بريجنت كتر خير، وبعدين تقول السيرجري بالتفصيل اللي بيتعمل بالظبط وايه البريكوشنز اللي فيها كتر خيرك. 53 سنه في ميل جايه ليفت سايدد ثايرويد سويلنج، مفيش سيمتومز ثانيه، سونوجرافي سوليتري سوليد نوديول، ارجوكوا سوليتري ثايرويد نوديول للمره الثانيه صفحه واحده في كتابنا صغيره مهمه تتحفظ الصم. اللي خلاها صغيره كده ان هي كل تفاصيلها قدام، فعشان خاطري مهمه جدا 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 جدا. يلا يا سيدي، بيقول لك هاو تو ريتش الدايجنوزس، ما دام قال الدايجنوزس يبقى كلينيكال وانفستيجيشنز، فاقول كلينيكال هاكزامن ايه وانفستيجيشنز اعمل ايه. التريتمنت بتاعنا زي ما هو عندك هناك حسب الانفستيجيشنز بتاعتنا هنقرر. 23 سنه في ميل ميديكال ستودنت، ليه بس قله الادب دي يا اخي؟ ربنا يحفظكم ويخليكم، ده سنكم كنتوا يا بنات، ربنا يحفظكم. ملوش الراجل لاقي لي الزول حط السؤال ده. المهم طب وانت حطيته في كتابك ليه؟ وانا مضطر احطه في كتابي عشان اجيب سيرته، فقلنا ايه للسوق بس ده الهدف الرئيسي يعني. ممكن حتى خلاص نقلب الكيس دي بدل قلنا الكلمتين دول. المهم يا اولاد ايه سيمبتوماتيك 4 سنتي ديسكريت نون تندر فيرم ماس في اللور بول رايت لوب ثايرويد نورمال تي 3 تي 4. بص يا ولد عشان خاطر سن صغير في ميل او ميل سوليتري ثايرويد نوديول، ارجوك فكر رقم واحد في دماغك تقطع بابيلاري كارسينوما مش الكومنست، ما انتوا عارفين نظري، بس ارجوك افتكر قاعده ان اني سوليتري ثايرويد نوس بي كونسيدرد مالجنانت تيل بروفد اذروايز. ارجوك حتى في حال فات تكتب الجمله دي بوضوح. يا سخافه النكست ستيب، النكست يبقى بايوبسي ولا سونار؟ وما قالش. لكن طبعا نكست هتبقى البايوبسي، خاصه بيقول انها ماس في الانفيريور بول رايت لوب ثايرويد جلاند يعني. وانا قلت لك لو اتزنقنا قوي اكتب اكتر من حاجه نكست ستيب. السونار اسهل حاجه سهله وبنغني له ايكونوميك افيلابل اكيوريت سيف، فيبقى هنعمل سونار وهنعمل اقول لك مخرج رائع سونار جايدد حلوه دي ماشي. يبقى سونار هنعمل ونعمل بايوبسي فاين نيدل سايتولوجي. التروكات في اساتذه ليكو مش مقتنعين بيها قوي خلاص، لكن موجوده في الكتب الحقيقه، بس بنقلق منها في السن في الثايرويد. الديفرنشال دايجنوزيس دي مهمه تتقسم نقطتين يا اولاد. اول حاجه الدي دي سوليتري ثايرويد نودول، الكلام ده متقال هناك في تكست كويستشنز، يعني ايه اللي يعمل سوليتري ثايرويد نودول؟ تقول له خلاص اتنين، ولما تقول توكسيك نوديول تقول بين قوسين ذيس بيشنت نوت توكسيك عشان نورمال الهرمونز. طيب الاثنين السوليتري ثايرويد على بعضيها ماست بي ديفرنشي في اذر كويز اوف نيك سويلينجز اي جي لمفادينوباثي. ايه الباثولوجيكال بوسيبيليتيز اوف ذيس كونديشن؟ لا يبقى السؤال ده سي دون هو لا، يبقى الدي دي اللي قصده هنا اذر كوزز نيك سويلينجز lateral aspect neck خلاص. ويبقى السؤال الاخراني ده هو الباثولوجيكال تايبس. الحقيقه الثلاث اسئله الثلاثه فيهم رزاله. يبقى النكست ستيب هتكتب الانفستيجيشن بقى، تبدا بالبايوبسي وتقول بعد البايوبسي كده اذر انفستيجيشن مي بي ريكوايرد 1 2 3، وبعدين الدي دي يبقى دي دي اوف نيك سويلينجز lateral aspect وتقولها من عندنا بس مين للليمفادينوباثي. الباثولوجيكال بوسيبيليتيز اوف ذيس كونديشن اللي هي اسباب سوليتري ثايرويد نوديول. 45 سنه ومن لاحظ سويلنج في النك ويت لوس
دائرية رفيعة الريتابل increased 3T4 smooth enlargement thyroid primary toxic goiter. الكوزس اوف جويتر دي برايمري توكسيك جويتر يا فندم. الكوزس ممكن قوي تقولوا الايتيولوجي بتاع البرايمري توكسيك جويتر هو اوتو اميون ديزيز. لا ده السؤال الاولاني وات ار ذا كوزس اوف جويتر مش اوف ذيس كيسز. يبقى ده سؤال نظري اذا بجويتر. ايه تشخيصك هنا؟ خلاص دي برايمري توكسيك جويتر. الاوبشنز فور تريتمنت كل حاجه متاحه هنا يا اولاد. 40 سنة ومن لحظة painless lump في النك 2 week ago no other symptoms solitary firm واضح solitary thyroid nodule مهمة جدا to the left of midline normal T3T4 a DD of a lump في ال anterior triangle نك هنا تقسمها ده سؤال نظري تقسمها سب مانديبولر وكاروتيد وماسكولار ترانجل لو سمحت وميد لاين كمان تاخده معاك ايه الستبس لا الاول وير از ذيس لامب لايكلي تو اوريجينيتنج فروم من الثايرويد يا فندم برجح كده ايه الستبس يو لايك تو اسسمنت اوف ذا لامب بتقول كلينيكال وانفستيجيشنز لو سمحت ابروسيد فور كومبليت كلينيكال اكزام جنرال لوكال وانفستيجيشنز الفاكتورز مي سجست مالجنسي انت عارفهم عندك تكون رابد جروث تكون هارد فيكس دي في لينف نودز الكومنست تايبس اوف مالجنسي خلاص اتفقنا عليها وهو ده كلام نظري سؤال خير نظري لكن هو لو قال قصده ايه الفاكت سجست ان ذيس بيشنت في حاجه هشوف كده سوليتري فيرم سموز لا مفيش حاجه هنا دي بناين ماس يعني دي انا في العيادتي او دي دوميننت نوديول بتاعت سمبل نوديولر دوميننت نوديول والباقي فيه مايكرو نوديولاريتي غالبا لكن طبعا ده هيبان بالانفستيجيشنز ولازم ناخد بيوبسي مفيش هزار في سوليتري ثايرويد نوديول 18 سنه في ميل painless nodule في الرايت لوب ثايرويد جلاند وفي ديب سيرفايكال نود دي بابيلاري كارسوما فارس بوسيبيليتي. الدياجنوزس والديفرنشال دياجنوزس ولما اقول ديفرنشال دياجنوز ممكن اقسم اقول ريجاردنج الثايرويد نوديول احتمالاتها كذا وريجاردنج الليمف نودز احتمالاته كذا وفي احتمال انه يكون ميتاستاتيك من الثايرويد او تكون الليمف نودز زين اذر كوز اوف ليمفادينوباثي فاقسم الحاله نصين ليمف نودز و ديفرنشال دايجنوزيس اما في التشخيص انا بس برجع تطلع بابيلاري كارسينوما ميتاستاتيك للليمف نود تمام ايه السبيسيفيك انفستيجيشنز برضه هي كل حاجه بتاعت سوليتري ثايرويد نوديول طيب 30 سنة ميكانيك جايب توكسيك جويتر وبرايمري توكسيك جويتر ايه تشخيصك الانفستيجيشنز لو كان بريجننت طبعا هو راجل بس برضو اضمن خليك احتياطي فالانفستيجيشنز الموداليتيز اوف تريتمنت ده سؤال مباشر ال 22 سنة في ميل برضه ميديكال ستودنتس سنة خمسة بقى أو ستة ويعني وكانت مجتهدة شوية. ابارنتلي هيلثي مفيش حاجة 3 سنتي سنجل نان تندر فيرم ماس في الليفت لوب ثايرويد وزي ما قلنا خلي في دماغك البابيلاري كارسينوما. الكلينيكو باثولوجيكال بوسيبيليتيز اوف سوليتري ثايرويد الانفستيجيشن سوليتري ثايرويد التريتمنت فور ايتش بوسيبيليتي انت عارفه
الحالة دي مهمة اللي جاية. دي 45 سنة وومن جاية بلونج ستاندينج هيستوري جنرالايز ابدومينال بين بايلاترال رينال كالكيولاي، يعني هايبر باراثايرويديزم، وجاية بكولس فراكشر باثولوجيكال فراكشر، ودي اتحطت عشان تبع الاندوكرينولوجي بس. ولو سمحت هنا تقسموا اللي عندها نصين، الباثولوجيكال فراكشر كولز ده ايه التريتمنت بتاعه في كلمتين، ده انترنال فيكسيشن، والحالة دي جاية عشان دي هايبر باراثايرويديزم، خد بالك منها. ودي من الحالات النادرة اللي ما شرحتها لكش، ثلاث اربع مواضيع انا اعمل لها محاضرة واخلص عشان ما بقاش مديون بحاجة. التريتمنت وانديكيشنز اوف سيرجري، لا لا اللي فاتت، التشخيصك هايبر باراثايرويديزم وده وان باثولوجيكال فراكشر لل راديوس، الانفستيجيشنز قلنا في اتجاهين الاكس راي، وال يبقى الفراكشر كذا، والهايبر بار اعمل لها ايه، والتريتمنت برضو اقسمه نصين. 25 سنه وومن جايه فيفر انسومنيا، يعني برايمري توكسيك جويتر، خلاص الميديكال تريتمنت وانديكيشنز فور سيرج، سؤال مباشر. 30 سنه وومن بريجننت في الشهر الخامس، يعني السكند تريمستر، ايه تشخيصك، ايه الانفستيجيشنز، ايه التريتمنت. 32 سنه فيميل ديفيوز سويلنج وتوكسيك، ايه التشخيص، السيمبتوم ساينز وي فايند ادد تو ذا منشند، اللاب انفستيجيشنز والايمجنج. 40 سنه فيميل ويل ديفاين راوند سويلنج في الرايت سايد لور بارت فرونت نيك، يبقى دي سوليتري ثايرويد نوديول. سيستيك انكونسيستنسي اند موف ذا اب اند داون وذ سوالوينج، تاني 40 سنه في ميل ويل ديفاين سويلنج في الرايت سايد لور بارت فرونت اوف نيك، اون اكزامينيشن سيستيك انكونسيستنسي، يبقى دي سيستادينوما في الثايرويد، هنعمل ديجنريتد نوديولز، ايه الديفرنشال دايجنوزيس، وممكن تكون كولد ابسس، كل الاسباب اسيست. احنا خد انت عندك لو فاكر زمان لما قلنا دي سويلنج في النيك سوليد وسيستيك، خد السيستيك بقى هنعمل ايه، وطبعا سيستك الجروما بس ده وان فيري ريموت بوسيبيليتي عشان 46 سنه في سن صغير، فاير بروستال سيست وبوش تو ذا رايت سايد ريموت بوسيبيليتي 46 سنه. ال ديسكاس ال بيت سايد تيستس لاب انفستيجيشنز وايمجنج، هي دي يعني تمشي في سكه سيستك سويلنج او سيستادينوما ثايرويد كومنس بوسيبيليتي، لان طبعا بتتحرك مع الديجليوتيشن، فدي ثايرويد. البوسبل لاينز اوف تريتمنت زي صورة الثايرويد نوديول بالظبط، يا اما لوبكتومي لو بروف انها مالجنسي هنعمل ايه الى اخره. بس انا مش مبسوط من كلمه سيستيك دي، يعني ليه السخافه دي؟ هرجع للحاله دي. الحاله دي انا هعملها ازاي؟ انا خلاص دي سوليتري ثايرويد نوديول سيستيك، بس هعملها كسوليتري ثايرويد بلدي خالص تماما مع الديفرنشال دايجنوزيس اوف نيك سويلنج، وانا بفكر دايما اختار السيستيك نيك سويلنجز مش السوليد بس. يبقى كده حليناها عشان ما تلخبطناش. بتحتاج في البروبلم سولفنج حاجه زي كده ما تستعجلش في الكتابه، انا لما استعجلت بسرعه معاكم دلوقتي كنت يعني لخبطت نفسي شويه، ههدى وافكر دي اعملها ايه؟ خلاص دي سويلنج في الثايرويد اكيد، وسوليتري وسيستك، هي التكه في كلمه سيستك دي خلاص ما فرقتش معايا حاجه، وانا ما عنديش في كتابي سيستك سوليتري ثايرويد نوديول، مش مشغول بيها اصلا. بتبقى غالبا على فكره هامورج ان نوديول، يعني دومنت نوديول حصل فيها هامورج. 10 سنين اول بوي جاي بميد لاين نيك سويلنج موف اب اند داون وذ دي اند هي تطلع ثاير جلوستر سيست، ايه تشخيصك، الانفستيجيشنز لو فاكرين بنعمل سونار
عشان اتاكد ان في ثايرويد. لكن هي كلينيكال دايجنوزيس وروتين بري اوبرتيف. وايه التريتمنت؟ سيسترانك 45 سنه في ميل جايه سنترال نيك سويلنج من 5 سنين توكسيك يعني وبرايمري توكسيك مودريتلي انلارجد. التشخيص الديفرنشال دايجنوزيس الانفستيجيشنز يو لايك تو اسك والبوسيبل فايندنجز منشن لاينز اوف تريتمنت. نفس القواعد اللي فاتت وفي الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز ما اقولش حاجات مش ماشيه مع الحاله. ما اقولش بقى لو كانت بريجننت ولو كانت صغيره في السن ولو كانت كبيره ما اقولش كده. 42 سنه وومن شغاله نيرس في الرادولوجي ديبارتمنت دي هتطلع بابيلري كارسينوما. سنترال نيك ماس موف ذا اب وذ ذا سوالوينج نورمال بالس نو لينف نودز. انيوميريت الدايجنوزيس هو قال انها موفينج وذ جلوتيشن ولا لا؟ قال يبقى دي ثايرويد سويلنج جويتر فور ديفرنشال واقولهم خلاص. لكن اقول ان انا الكومنست عندي او الموست بروبل از تكون بابيلري كارسينوما عشان شغاله في الراديشن. ايه الانفستيجيشنز والدايجنوزيس فور ذا دايجنوزيس؟ همشي انفستيجيشن بتاعت المالجنس يا اولاد. لازم بايوبسي كده. الفيرذر مانجمنت اكوردنج للتشخيص وده في السوليتري ثايرويد نوديول 15 سنه في ميل بين ثايرويد سويلنج هاد نو ساين سجستيف اوف بريشر مانيفستيشنز والهايب ولا هايبر 2 سنتي رايت سوليتري ثايرويد نوديول اول بوسيبيليتي بابيلري كارسينوما. لكن ده وان دي بتاع سوليتري ثايرويد نوديول وهاو تو انفستيجيت كله. هو قال لك مفيش سيمتومز هايبر وهايبو يصح تكون هايبر سب كلينيكال توكسيك جويتر. تكتب خط واضح عشان انت بتحط احتمالات كده تكون توكسيك نوديول تكتب بين قوسين سب كلينيكال توكسيسيتي. عشان كده هعمل في الانفستيجيشنز تي 3 تي 4 تي اس اتش. وايه المانجمنت؟ هي سوليتري ثايرويد 15 سنه بوي سيستيك سنترال نيك سويلنج موف طبعا دي ثايروجلوسل. الديفرنشال دايجنوزيس سيستيك سويلنج ميدل لاين الكومبليكيشنز والتايبس اوف انفستيجيشنز فور ذا دايجنوزيس السكندري انفكشن تعمل ثايروجلوسل فيستولا والفيرذر مانجمنت. واخر حاجه في بارت 1 الفينس سيستم. مبروك يا اولاد مبروك. ده قصير قصير كمان. ميل جاي بقى له يومين هيستوري ليج بين وسويلنج سوولن فروم ني داونورد الكاف ماسلز تنس تندر بيدر بالس انتاكت يعني بقول لك دي في تي نو هيستوري تروما. الدايجنوزيس رايت وليفت دي فين ثرومبوز والليفر يا اخي والليفل فيمورال فين ثرومبوزس ما دام واخده الكاف يبقى تكتين في تشخيص الدي في تي رايت وليفت متفقين عليه. الليفل بتاعها زي ما عملنا في الاسكيميا ما انت عندك السويلنج فين ويبقى الليفل فين. لو فوت يبقى بوبليتيا لو كان كاف يبقى فيمورال لو كان كاف وثاي يبقى اليو فيمورال ماشي. لو باي لاترال يبقى انفير فينا كيفر او باي لاترال اليو فيمورال ثرومبوزين تمام. ايه الانفستيجيشنز والتريتمنت؟ سؤال مباشر وما اقولش بروفيلاكسيس. 68 سنه ومن بين وسويرنج ليفت ليج. ولما اقول طبعا الديفرنشال دايجنوزيس هقوله كله الموجود عندك بتاع الدي في تي في الحاله اللي فاتت. الست دي اتشال لها ريكتال تيومر من 5 ايام وعندها 68 سنه. الليفت ليج سوولن لغايه الميد ثاي الميد ثاي يبقى دي كومن فيمورال كومن فيمورال. اما التاني كانت عند السوبرفيشال فيمورال فين. طيب الكاف فيلز وورم
وتندر ورم يعني فيش اسكيميا وفي ليكوسايتوزيس. ايه تشخيصك؟ برضو رايت وليفت والليفل، ايه الديفرنشيالز خلاص، ايه الانفستيجيشنز عارفينها، ايه الريسك فاكتورز اسوشيتد وذ ذيس كونديشن. هقسمها اتنين ريجاردنج ذيس بيشنت. الريسك فاكتورز امشي بالترتيب، السن الكبير، اتنين بيلفيك اوبريشن، تلاته مالجنسي، اربعه ريكامبنسي، خمسه بوسيبيليتي اوف بوست اوبرتيف ديهايدريشن لو كان في ديفيشنت فلويدز. يبقى ده هو في الريجاردنج العام بتاعتنا. طب عنوان بقى جنرال ريسك فاكتورز فور دي في تي، عنوان تاني which may be present in this patient or not. واهمهم المزيكا اللي هي اللي انتوا عارفينها في النظري، اللي مش عارف يعني مزيكا بيرجع لمحاضره النظري. خلاص الانتيثرومبين 3 بروتين اس بروتين سي الفا 2 ماكروجلوبولين الفا 1 اند تريبسين هيبرين كوفاكتور. هتعالجها ازاي؟ اللونج تيرم سيكولي اوف ذيس كونديشن. هو لما قال لونج تيرم يبقى كده بيوقع مننا الفليجميزيا سيريولي والالبادولنس وكده بيتكلم على البوست فليبيتك لمب. لا انا احب اقول انه ان الكومبليكيشن اوف ذيس كونديشن مي انكلود بالمونري امبوليزم والفليجميزيا سيريولي فليجميزيا البا. لا فليجميزيا سيريولي ما يتقالوش هنا بس بين قوسين كده نوت ان ذيس كونديشن، دي مش اليو فيمر ثرومبوزس. وبقى يعني اقولهم اقول مش هنا او اقول حطهم في مستطيل ان فليجميزيا سيريولي فليجميزيا البا ما بيحصلوش هنا دونت اوكير ان ذيس كونديشن عشان دي مش اليو فيمر ثرومبوزس. تمام واقول بالمونري امبوليزم واقول اللي هي اهم حاجه البوست فليبيتك لمب سيندروم. والسؤال جاي علشان هي الامان محتار نكتب اللي فات ولا لا؟ لا ما دام قال كلمه لونج تيرم اكتب بس البوست فليبيتك لمب، وتحت تكتب مستطيل انه الالبا والسيريوم ما بيحصلوش هنا ودول مش لونج تيرم والبالمونري امبوليزم مش لونج تيرم. تمام يعني اكنك عارفهم بس انا ما قلتهمش يا فندم وانا كتبت على قد سؤالك. 58 سنه ومن اكيوت شيست بين ديسني ادي بالمونري امبوليزم وانا بحل الشبه دي كيس بطنه مش بطنه لا دي بطنة جراحه طبعا لكن انا ما اشرحش بالمونري امبوليزم وخليها زي ما انت اتشرحت لك جاوب منها. 47 سنه وتيجي طبعا تيجي بالمونري امبوليزم بروبلم سولفنج بين في الرايت ليج ديستندد فين دي سحاله فيريكوز فينز بلدي بقى لها سنتين عندها اتشنج في الرايت باتش رايت باتش بلوني. بتقول يا اخي اباف ميديا ماليولس ليه بلوني يعني ما هي نفس المعنى ديستندد فينز يعني سكندري فيريكوز فينز من في باتش بدات كومبليكيشن اريثيمتس باتش بلوني خلاص في ثريل على صفن فيمورال فالف. ايه تشخيصك؟ دي سكندري فيريكوز فينز يا فندم كومبليكيتد باي بيجمنتيشن. ايه الانفورميشن الترند لمبرج اديها لك تيست خلاص معاك. هو يعني يا جدو علي نراجع الكلينيكال قبل الامتحان النظري؟ لا طبعا مستحيل. بس الترند لمبرج انت حافظه احسن منه ويا خساره ماله ويا ريته ما ماله. ايه السيجنفكنس اريثيمتس؟ بيقول لك تقول دي بيجمنتيشن سببها وتقول اسبابها واشمعنى الحته دي وانها دي ممكن تبروسيد الى الالسريشن. ايه الايمجنج ستاديز؟ ايه الكومبليكيشنز لو انتريتد؟ 50 سنه مان والحقيقه الفاريكوز فينز ما بتجيش ابدا نظري، دي حاجه فيري اكسبشنال ان يجي سؤال فيها نظري. 50 سنه مان جايب السر في اللور اسبكت ليفت ليج يبقى دي كرونيك فينس السر من 3 شهور ماينور تروما. بيقول ده مش تروماتيك هو اصلا فينس السر والتروم بس بينته. وفي دارك بيجمنتيشن وفي فاريكوز فينس. ايه الديفينيشن اوف ان السر؟ كلام نظري. الكوزز اوف السريشن هنا في الليج يبقى اسباب كرونيك ليج السر موجوده عندك. وات ايلس should be included in the exam added to the mentioned وترجع للألسر تحكي بقية وصف الألسر واللمب والانفستيجيشنز المانجمنت
of a venous ulcer نظري. How should a patient manage it once the ulcer has healed؟ يعيش حياته على conservative treatment. ارجع للنظري بتاعنا. 25 سنة فيميل. Recent delivery. Pain with swelling في left lower limb. Vital signs normal. Generalized swelling يا حبيبتي دي زي ما قلنا يبقى دي اليوفيمورال. ولو فاكرين قصة البنت اللي كنت حكيتها لكم انا في النظري. ايه تشخيصك؟ اليوفيمورال الانفستيجيشنز. انا لازم اعمل انفستيجيشنز للمزيكا. لما واحدة مفيش بريدسبوزيشن واضح لدي في تي يا اولاد. الحقيقة بقت روتين دلوقتي بنعمل الانتيثروبين 3 روتين الحقيقة. لانه كتير قوي قوي بنقابل حالات دي وبنقول دي هاي ريسك وبنمشيهم حياتهم على انتيكوجولانتس. فلازم اعمل انفستيجيشنز لدول. للبريدسبوزنج فاكتورز اللي هي الانتيكوجولانتس. الهايبر كواجولابيلتي. ايه الانفستيجيشنز وايه التريتمنت؟ 30 سنه فيميل. سادن سيفير رايت لور لم بين. مش قادره تمشي. عملت ميترال فالف ريبليسمنت. دي اكيوت امبوليك اسكيميا. ده الحاله دي مكانها غلط. دي تبع الاسكيميا. شكرا شكرا يا رب يخليكوا وافرح بيكوا واطمن عليكوا يا اغلى اولادي.